شملنا وتركنا عمان، نيتنا واد الريان، مية وخضرة وشبابة والوجه الغانم كمان. طش مع بلال واد الريان. صباحك بالخير يا صباح الورد يا صباح صالح ربابعة، الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا، جيناك وانت مشغول. أهلا وسهلا. شو تصور؟ طبعا هذا المشهد راح ارسمه اللي هو بسموه منطقه وادي الريان. طبعا هذا وادي الريان يقع في اقصى الشمال ويتواجد في اللي هي بسموها طاحونه عودي. طاحونه عودي هي اقدم طاحونه في الشرق الاوسط، وهي تعمل على المياه الجاريه. لما نرجع راح نشوفها. طبعا راح تكون هي لوحه مكتمله لواد الريان برضو مع طاحونة عودي. وأهلا وسهلا فيك. احنا ودنا نتركك تبدع حبيبي، نرجع نشوف ابداعك استاذنا. واهلا وسهلا بالجميع. يسعد حبيبي. قلبك حبيبي، الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. طبعا من هان راح يبدا مسير واد الريان، راح امشي انا والشباب اللي راح ينطحوني على الطريق لابعد شلال اخر شلال. ان شاء الله تكون حلقه مميزه، الحقوني. شاعر الأردن عرار كان أحد دواوينه اسمه عشيات وادي اليابس. ممكن تسألوا حالكم شو اللي يربط وادي اليابس بالمكان الحشم اللي احنا موجودين به؟ تفضل يا نور. هسه في الزمانات الوادي هذا كان اسمه وادي اليابس. نعم. قبل ما ينزل عليه المغفور الملك عبد الله المؤسس، لما نزل عليه وشاف جمالية المنطقة غير اسمه وسماه وادي الريان. يعني يا اخوان، وادي الريان سابقا كان اسمه وادي اليابس، ولما كان شعر الأردن عرار استشعر جماليات المكان سمى أحد دواوينه عشيات وادي اليابس. مكملين؟ يلا نشامح عليهم. شو أغلب الشجر أبو حميد اللي مزروعة هان؟ تميز في وادي الريان أكثر شيء الرمان والتين. رمان وتين بشكل رئيسي. نعم صحيح، يعني في إنتاج كبير من الرمان والتين بهاي المنطقة. وفي عندنا كمان مشمش، وعندنا ورق دوالي للي بحب الدوالي. دوالي زمان ما سوينا دوالي. جهز حالك أسبوع وأنت تلف بإذن الله. نلف ورق بإذن الله 100%. طب أبو حميد، ما قلت لنا عن امتداد الوادي؟ هلا الامتداد الوادي له مميزه خاصه انه ممتد من محافظه عجلون بمنطقه عرجان. من عرجان؟ نعم. احنا لمنطقه جديتا في لواء الكرة. طبعا هاي المنطقه اكثر منطقه مميزه بالوادي، 25 كيلو حتى توصل 25 كيلو. سلامتك اهم من 25 كيلو كمل. فهي تمتد لمده يعني مسافه 25 كيلو من عرجان حتى منطقه جديتا حتى تصل الى منطقه او قريه وادي الريان في الأغوار الشمالية. بالأغوار؟ للأغوار الشمالية، وهذا الامتداد 25 كيلو. الله يعطيك العافية سيدي. هسا أنا بس سؤال، أنا ماسك عصاي زي خيار الويش، هو هذا اللي أعطاني إياها اللي وراي. خايف علي معطيني إياها. خايف عليك. ديروا بالكم يا عرب لا تفحطوا، ما معنى مجبر. طبعا هانا بمسيرنا، يعني الله يعطيكم العافيه يا شباب، هانا احنا وصلنا تقريبا اخر مرحله بشلال يقال انه اسمه شلال عبريا نسبه للمنطقه اللي فوق. يعني الصوره تسولف لحالها، ماء وخضره ووجه حسن. وجه حسن لحاله قال والله هو نعم الوجوه. سويناها صينية دجاج تكة. شو تكة؟ خل نشوف التكة تبعته. قال صينية دجاج تكة، خل نشوف التكة.
اسمع، عمرك سمعت المثل اللي يقول اللي يغرك طول الفارده الركع النقوط؟ شو قصدك؟ قصدي اللي يغرك المنظر الحتم الركع الطعم يا حبيبي. الأجواء الحسمة هذه اللي الحمد لله ربنا كملها بلمس الغانمين، قاعدين نستنى طبختنا من عند نور المدادحة، فقلنا نعمل هالأجواء الحسمة الطربية. الآن راح تسمعونا، تسمعوا أصواتنا وإحنا نغني، وبعد هيك لما تطلع الطبخة ربك يفرجها. سؤال يعني هو يحاول يضبط وضعه معي، بس أرجع وأقولكم الرك وين؟ الرك على الطعم. شدي بفليف لديب لي رايك؟ يخلف عليك هاي مبدئيا، لما نشوف كيف الوضع. جرب بلش. يخلف عليك صحة وعافية. روح ابو الشباب، انت قطع نفسك. كل كل الله 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 هلا هلا تحياتي. هلا سيد بلال. هلا شو هاي اللبسات الاخيره؟ هلا تحياتي. طبعا يعني هي اوشكت، يعني ترفع لك القبعه بس مش لابس قبعه. اوشكت على الانتهاء. اهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافيه. شو هالابداع؟ وهاي ظلت هي اللمسات الاخيره. وهاي مثل ما تفضلنا بالبدايه بانه تمثل منطقه وادي الريان، و هاي طاحونه سعوديه برضه. هاي طاحونه سعوديه وهي اقدم طاحونه بمنطقه الشرق الاوسط. هذيك شايفين، وكما تحدثنا في السابق بانه هي يعني تعتمد على المي، المياه الجاريه. وقلبي شكا صحتنا وذاكرتنا بحاجه لمكان زي وادي الريان حتى ينعشها ويعلق بيها. من وادي الريان العوده لعمان، الديره طلبتها لها يسعد صباحك.